السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن كيفية المحافظة على مدينتنا نظيفة من خلال بعض الكلمات والأسئلة. نتكلم في نص من خلال قراءة نص، بالتالي نزيد مخزون اللغوي وأيضا نأخذ بعض الملاحظات والقواعد في اللغة الإنجليزية. Helping to keep our city beautiful. المساعدة بالحفاظ على مدينتنا جميلة. Helping، هنعرف help يساعد، المضيف ing يصبح اسم مساعدة. To keep للحفاظ. Our city beautiful، على مدينتنا جميلة. City مدينة، our city مدينتنا. To keep our city لنحافظ على مدينتنا. Beautiful جميلة، إذا keep beautiful عندنا مفعول به. Do you sometimes see rubbish on the ground؟ هل أحيانا تشاهد قمامة أو زبالة على الأرض؟ لاحظ بالمضارع البسيط. Do you see؟ عندنا الظرف sometimes يأتي قبل الفعل. Do you sometimes see؟ هل تشاهد أحيانا؟ ماذا تشاهد؟ بعد see لازم يكون عندنا مفعول به. Rubbish، إذا زبالة أو قمامة. On the ground، على الأرض. On، على ground، أرض. The ground، على الأرض. Is it a good bad thing؟ يعني هل من الجيد أو هل من السيء؟ يعني هل شيء جيد أم هل من السيء؟ To throw، لتلقي أو ترمي ربش، زبالة أو قمامة على الأرض. Is it a good thing؟ طبعا it، استخدمنا it تعود على thing غير عاقل ان نستخدم الضمير at. هذا عندنا present simple، عندنا is حالة المضارع البسيط. My school volunteer to clean up the beach in our city. I really liked it and learned a lot about the environment. My school volunteer، إذا نبدأ من عند الفعل، تطوعت مدرستي. volunteer يتطوع، ضفنا ايدي أصبحت ماضي. volunteered تطوعت مدرستي. to لي clean up لتنظف. لاحظ to إذا جاء بعد الفعل to eat، أن يأكل أو ليأكل. إذا جاء بعدها اسم بيكون إلى حرف جر. to the park، إلى الحديقة. إذن to إذا بعد فعل لي ترجمها لي أو أن، ليأكل أو أن يأكل. to the park، إلى المنتزه. to clean up لتنظيف. the beach الشاطئ. in في our city، في مدينتنا. I really liked، أنا حقا أحببت بالماضي it، liked it أحببت هذه الفكرة. and learned وتعلمت a lot الكثير about the environment، تعلمت الكثير عن البيئة. environment بيئة، نلفظها the بالكسر لأنه بعدها حرف صوتي. لاحظ like and learned، أحببت وتعلمت. my school volunteer to clean up the beach in our city. I really liked it and learned
a lot about the environment. I want to tell other people to stop polluting the sea and the desert and protect our beautiful country. We must protect our environment. I want to tell أريد أن أخبر أن أخبر other people الآخرين أو الناس الآخرين to stop ليتوقفوا عن polluting تلويث the sea البحر and the desert والصحراء and protect our beautiful country ونحمي بلدنا الجميل. لاحظ country بلد our country بلدنا نضع صفة قبل الاسم our beautiful country بلدنا الجميل. We must protect our environment يجب أن نحمي بيئتنا. لاحظ بعد stop نضع للفعل ing إذا يصبح gerund gerund اسم إذا عندنا الفعل عندما نضيف له ing go يذهب going ذهاب إذا يصبح اسم. I want to tell other people to stop polluting the sea and the desert and protect our beautiful country. We must protect our environment. My family loves going to the beach, having a barbecue and watching flamingo, but we never leave rubbish that kill animals. My teacher told me that when plastic bags fall into the sea, turtles, dolphins, and fish try to eat them, and then they die. This made me very sad. My family loves going. تحب عائلتي الذهاب to the beach إلى الشاطئ having barbecue يقوم بالشواء and watching flamingos ويشاهد الفلامينغو but we never leave لكن لا نترك أبدا rubbish القمامة that kill التي تقتل animals الحيوانات. My teacher told me أخبرني معلمي that أن when plastic عندما plastic bags الأكياس البلاستيكية fall into تلقى أو ترمى في البحر أو تسقط في البحر turtles السلاحف dolphins الدلافين and fish والسمك try to eat them يحاولون أو يحاولون to eat them ليأكلوها and then they die بعد إذن يموتوا. This made me very sad هذا جعلني حزين جدا. لاحظ loves بعد love بعد like إذن نضع للفعل ing having لاحظ الفعل have حذفنا الإي وضعنا ing لاحظ loves going loves having loves watching إذا بعد love نضع للفعل ing يصبح gerund يعني اسم فاعل يحبون الذهاب يحبون إذا الشواء watching يحبون مشاهدة إذا أيضا ing لاحظ أيضا وضعنا لأنه عندنا أكثر من اسم لاحظ going وضعنا كما فاصلة آخر اسمين وضعنا and watching flamingos وشاهدون طيور الفلامينغو. لاحظ استخدمنا the اسم الموصول التي يعني القمامة أو الزبالة
told me أخبرني، لا نقول told I told my، إذا told me، me ضمير في حالة مفعول به. أيضا عندنا turtles dolphins fish، أيضا اسم ثلاث أسماء نضع فاصلة آخر اسمين نستخدم and. This made me، لا لاحظ هذا جعلني، لا نقول صنعني. Made me very sad، جعلني حزين جدا. My family loves going to the beach having barbecue and watching flamingos but we never leave rubbish that kill animals. My teacher told me that when plastic bags fall into the sea, turtles, dolphins and fish try to eat them and then they die. This made me very sad. I think it is important that everyone picks up rubbish. I'm looking forward to February 4th, which National Environment Day in our country. I think, أعتقد it is important إنه من المهم أو من الهام that everyone، إن كل شخص picks up rubbish، يلتقط القمامة. I'm looking forward to، أتوق وأتطلع لي الرابع من فبراير شباط which National Environment Day، الذي يكون اليوم الوطني للبيئة in our country، في بلدتنا. لاحظ it is important، إنه من الهام. Everyone نعامله معاملة المفرد، إذا نضع اس المفرد الغائب، إذا نعاملها معاملة المفرد everyone someone. نحفظ العبارة هذه looking forward to، أتطلع ل National Environment Day، إذا اليوم الوطني للبيئة. I think it is important that everyone picks up rubbish. I'm looking forward to February 4th, which National Environment Day in our country. لدينا بعض الكلمات، دائما الأفضل نحفظ الكلمات وتعريفها باللغة الإنجليزية. To volunteer، لتتطوع. To do something for free، لتقوم بشيء مجانا. To volunteer to do something for free. The environment، البيئة. The natural world، العالم الطبيعي. Polluting، تلوث. To make something dirty or dangerous، لتجعل شيء وسخ أو متسخ أو خطير. To protect، لتحمي. To keep something safe، لتجعل شيء ما آمن. Flamingo، a large pink bird، طائر وردي كبير. With long thin legs، بسيقان نحيفة وطويلة. Rubbish، زبالة. Something that you want to throw away، شيء ما تريد أن ترميه أو تلقيه. بهذا الشكل نهينا درسنا هذا اليوم، تكلمنا فيه عن كيفية الحفاظ على البيئة، وتعلمنا بعض الكلمات والمفردات الجديدة التي تزيد من مخزوننا اللغوي في اللغة الإنجليزية، وبعض العبارات والملاحظات في اللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.